السلام عليكم متتبعين قناة الطبخ مع عزيز العبدي، كديرين؟ بخير، لاباس عليكم، ونتمنى نلقاكم في صحة جيدة في أحسن الأحوال. باكم العبدي صباح مبكر جيت نغمر هالمطة. المطة هي هذيك والغمارة هي هذي. تحية لخوتنا المغاربة، تحية للفلاحة، تحية لأي واحد كيجاهد من أجل لقمة العيش بحال باكم العبدي وبحالكم. هنا كيف ما كتشاهدوا هاني جيت الغمارة، جيت عند المطة، ما ديتش المطة عند الغمارة. المهم مرحبا بكم، نهار جديد وفيديو جديد، نهار الاخر في رمضان، النهار الاخر في رمضان ان شاء الله. بالنسبة ليهم هما سالين كينتفوا في الشعير، كنقولوا احنا الشعير، يعني موسم الحصاد بدا عندنا هنا في منطقة عبدة كيف ما كتشاهدوا. ونتمنى الفيديو ينال اعجابكم ويرضيكم ويكون عند حسن الظن ديالكم. درت معكم المقدمه حدا الفلاحه، ودابا ان شاء الله باش غادي نمشيو. انا بالنسبه ليا دابا قولوا ما نعسش، والله ما نعس، باش غادي نمشي ان شاء الله لمدينه اسفي. تحيه للسيده حكيمه من ديار الفرنسيه، هي والحاجه الام ديالها. كنشكركم على الكادو اللي صيفطتوا ليا، والله يحفظكم، راني غادي ليه باش نجيبو ان شاء الله. رد لكم في ساعه الخير. تحيه للحاجه ورا عبديه وبنت بلادي، مرحبا بك، مرحبا بك الحاجه، الله يطول في عمرك. هنا كيف ما كتشاهدوا دابا بالنسبه للوقت، يعني موسم الحصاد كيف كنقولوا حنايا، موسم الحصاد. هذا الشعير او البرومي كيسموه، هو كينتفوه بيديهم، يعني الا كان طويل كيشدوه بالماكينه، كان قصير كيشدوه بيديهم. يعني هادشي كيفاش كانوا والدينا وكانوا جدودنا بكري كيخدموا، وكانت مع ذلك البركة، وكان فيهم الخير والبركة. هذا بالنسبة ليه الشعير. هذا مثلا نتفوه غادي ندرسوه بالبهيم، يدوروا عليه الروا، الروا ديال الدرسة كتكون مثلا واحد أربعة الدواب، خمسة ستة سبعة على حسب، باش يدوروا إن شاء الله كيف ما كتشاهدوا. هو هذا هنا بعد ما كينتفوه كيف ما كتشاهدوه كيديروه بحال هاد الشكل، قريبسات نويدرات، نقولوا حنا نويدرات، كيغمروه. بعد ما يغمروه الغماره هي هذه، بالنسبه للغماره كتكون هي هذه الغماره، كيعطوا منها الخيل كيف ما كتشاهدوا. كيوكلوا منها الخيل كيف ما كتشاهدوا، وما تبقى كيدرسوه الناس اللي كيسمعوا بالمطة. هي هذه كنسموها حنا المطة، يعني ربما في المناطق كاملة المغربية، المهم حنا هنا في منطقة عبدة كنسموها المطة. بالنسبة لهذه اللي شاد في يدي، هذه الغمارة كتسمى الغمارة، وبالنسبة لهاد القريبيس بحال هكايا كيتسمى المطة. فاش كيقول لك واش عمرك شتي المطة جات عند الغمارة، دابا الغمارة كتجي عند المطة، ولكن المطة ما عمرها تجي عند الغمارة. هذا هو المثل الشعبي كيف ما كتشاهدوا معنا. وتحية لخوتي المغاربة. هنا العدس كيف ما كتشاهدوا، انا جيت للعدس او الحمام فرفر اي طاير على العدس. العدس تبارك الله، هذا ديال خالي، هانتوما العدس بدا يتمر صافي بحال هاد الوقيته. دابا بحال هكا كيشدوه، يعني كيديروه الصباح بكري باش نقولوا كيتشد ليهم. هو هذا العدس، هذا العدس البلدي، هذا هو العدس البلدي تبارك الله صلى النبي. شوفوا كي كيكون، والله يكمل بالخير على الفلاحه. خرا شويه مع الصب عندنا هنا في عبده ما كاينش الوقت، مضرورة الحمد لله والشكر لله. الناس هما دايزين، كي قلت لكم انا ان شاء الله غادي نمشي لاسفي. هنا من غادي نركب من هذا الاتجاه، نخرج الشانطي، ها هو الشانطي قريب من هنايا، نخرج ان شاء الله ونمشي. باكم العبدي كيصول يجول في الطبيعه، بلاد ديال جدي هذه،
ديال جدي ديال خوالي وارثينها من جدي، الله يكمل بخير وصافي. هادشي اللي كاين، انتما كيفاش دايره الدنيا؟ ما شاء الله. دابا ان شاء الله تيجي اسفي البنات اللي كتسولوني واش ارساليات كاينه في اسفي. بالنسبه كاينه ساتيام اللي كتجي من برا، يعني من اوروبا، تابعه للمحطه الطرقيه ديال مدينه اسفي. ها هي في المحطه الطرقيه ديال مدينه اسفي. لاله حكيمه كنشكروك جزيل الشكر على الكادو ديالك اللي يعني انا خديته دابا ان شاء الله، وشكرا لك والله يجازيك بخير. هنا ان شاء الله كي قلت لكم بعد ما خديت الكوليه اللي جاتني من عند لاله حكيمه والحاجه الام ديالها كيف ما كتشاهدوا، هنا ان شاء الله انا ركبت في الطاكسي باش غادي نمشي للقصريه مدينه لتحت. نقولوا عندي واحد الصخره لواحد الصديق ديالي غادي ناخذهم ليه لبنياته ضمن تحضيرات او كسوه العيد. المهم صديق ديالي ومن جمعة تحيم، تحية لي من هذا المنبر. نخلي المحللات يقلبوا على شكون هو يا تاني. المهم مرحبا بكم البنات اللي كتقولوا لي صور لنا قصر البحر. هو هذا قصر البحر كيف ما كتشاهدوا، مدينة خاوية لا مني صوت النار. انا غادي دابا جيت لباب الشعب، الشارع الرباط لقيتو خاوي، دابا غادي لباب الشعب ان شاء الله كيف ما كتشاهدوا. هنا هالمرصة هي هذه، المرصة بالنسبة للمرصة. هنا كيف ما كتشاهدوا هذا بالنسبة لي هو سيدي بوذهب. سيدي بوذهب هو هذا المواج تقلب هالبحر، ها سيدي بوذهب. هنا بالنسبه لباب الشعبه خاوي لا مني صوت النار. عباكم العبدي راه في خطر، الصباح بكري باقي الناس هنايا سادين. انا كوكو ليلى، ها اسفي، ها انا المدينه العزيزه الغاليه. تحيه ليلى من فرنسا، وليلى تحيه لك اختي من فرنسا، الله يحفظك الله يدوم لك الله ييسر امورك. صباح الخير، باقي الناس سادين هنا المحلات. يلا غيبداو يحلوا، ناخذ كي قلت لكم الصخره ونرجعوا للعشيه نشاركوا معكم الفطور ديالنا في الدوار. السلام عليكم. هذا هو القصرية ديال باب الشعبة كيف ما كتشاهدوا، مش معروفة مدينة اسفي. هنا بالنسبه لهذا هو باب ديال الشعبه كيف ما كتشاهدوا. هنا بعد ما وصلت من اسفي ان شاء الله جيت عند ولد با كبور. سيدي عزيز مرحبا خويا، بابينا عندك. مرحبا نعم، كاش عندك اليوم؟ مرحبا ياك، ما ديال البرازيل ياك، عاد ديال المغرب. انا مزاوق راه في رياح، انا مزاوق فوق حتى القطران ما كاين. شوفوا هذا بالنسبه لي هذا راه ديال المغرب، هذا راه حلال ماهوش ديال داك اللي بحال لونه بحال الفار، بحال الفار السويرتي، ماشي هذا اللون، هذا الكري. انتم اللون احمر زين تبارك الله.
كل شيء على الكرعين. ولا لا الكرعين واصغر جزار في العالم. ها هو اصغر جزار في العالم اصغر. راني وحميد راه غناسبك فيه. شوف انا خاطبك. شوف انت الجاليه المغاربه احسن كرعين في المغرب وفي العالم كله هو ديال عبده. عيالات والرجاله اللي بغى الكرعين يجي لعبده. ماشي كندير الاشهار لسلعتنا. كنقول لكم تاكلوا اللحمه الكرع. اشوفوا الكرع واصغر قزار. اصغر قزار تحيه لاصغر قزار. تبارك الله على السي حميد. الله يحفظك اخويا. الله يحفظك. الله ييسر الامور. وحامي وعزيز وكاين شرخه الله موجود. بغيت على القرده بغيت نشمها. شم مليحه. مرحبا عمي. الله يعطيك الخير. ودير دير 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 ليا شي دواره ديال العرس. الله يحفظك. وهنا بغيت نوجه الشكر للالة حكيمة. كنقول لك اختي الله يخلف عليك. الأمانة وصلتني ونشركها ما فيها باس مع المتسبعين ديالي كتقدير لكم. كتقديري لكم وتقديركم لنا ومحبتكم لنا لصادقة ونابعة من القلب بدون طمع. أنا نهار الأول ما عرفتك ما كنتي تعرفيني واليوتيوب اللي لاقانا. الله يجعل لك في ميزان حسناتك. انت اللي تواصلتي معايا وطلبتي مني انني تهديني هذا الكادو مع انني كنقول لك لا حكيمه راه المتابعه اللي كتابعيني في القناه راه كافيه بحد ذاتها. راه هذيك هي القيمه الكبيره. ذاك هو الكادو الكبير. ولكن انت ملي كديري بحسابي وبحساب نياتي الله يفرحك في الجنه. الله يعوضها لك. الله يعوضها لك. وان شاء الله تجي المغرب جي عدي. مرحبا بك انت والحاجه الوالده والعائله الكريمه ومرحبا بكم. هنا خدات لي جوج كسيوات للبنات. تبارك الله ما شاء الله. شوفوا الحاجه عند القيمه ديالتها المعنويه. انا ما كنشوفش الماديات ولا كنشوف مثلا الكسوه. كنشوف حب هاد الناس. حب هاد الناس. انا ماشي بناتي مخليهم بلا كساوي راه الحمد لله والشكر لله. ولكن حب هاد السيده مسكينه لبنياتي وليا. شوفوا هانتوما هما هذيك سوت لالا سوسن. هذيك السيوه ديال لالا سوسن وهذه السيوه اختها ديال لالا كوثر. انتوما كيف ما كتشاهدوا هاهي سويسن لالا الكوثر. وبالطبيعه لافازا القهوه ما خلاتناش بلاش كيف ما كتشاهدوا. وهادو ربما فلتر او قلمه الرصاص او اقلام ملونه اقلام ملونه ديال الكوثر. وهذا واحد توب ديال جوهرة. توب ديال جوهرة الله يخلف عليك ورداك في ساعة الخير. وبالطبيعة الدواء هنايا دوليبران. الحليوات او الفانيد او الشوكولات اللبنيات. هنا الصابون هاد البانداس كيف ما كتشاهدوا. هنا واحد الرويح وهنا واحد القندورة الله يخلف عليك. واحد القندوره تبارك الله ما شاء الله الذوق الرفيع. وواحد المقله ديال الجرانيت. مقله ديال الجرانيت كيف ما كتشاهدوا. شكرا للحكيمه الله يخلف عليك بالعشر. وشي قلت لكم السيبوره. السيبوره الفريد هي كتشوفني دابا انا شاد يعني شاد التليفون بيدي. تحيه ليها والسي عبد الله قسوس اللي خداو ليا السيبورات. هذه خدالتها ليا على حساب الطابله يعني قصيره. الشكل ديالها بحال هكايا الديكور ديالها. الله يحفظك الله حكيمه الله يخلف عليك والله يدير بحسابك والله يثبت اجرك ويثبت اعمالك مع الله. وهذا الشيء اللي كاين وهذا هما كادونا ديال اليوم. والله يجيب شي كادو اخر. حنا كنضحكوا ولكن اللي جات من عند الله مرحبا. حنا راه كنعطوا كنشدوا راه هذه الدنيا والله يدوزنا من الافضل. الله يبلغنا على اللي سبقونا غا مؤمنين. يسبقونا نكونوا عا مؤمنين وما ندوف حد وما نتقولوا في حد ونتوضا ونصلي تنكونوا خطاء. ونحنا حنا نكون مثلا باكم العبد ديالنا خطاء. كونوا انتم توابون. نكون انا خاطئ كندير الزلات ولكن كونوا انتم احسن مني. كونوا انتم عندكم صداقه مع الله سبحانه وتعالى. كون عندكم الايمان مع الله سبحانه وتعالى. ما تقولوش في الناس. ما تجمعوش في الناس. ما تدوش جنوب في الناس. ما تقطعوا ما تريشوا في الناس.
دوا في حالكم وفي ولادكم وفي مالكم، في الحاجة اللي محيطة بكم، أما أفعال الناس ولا أعمالهم ولا شنو، منهم الله سبحانه وتعالى. ومرحبا بكم، ما نساوش اللوز، راني قلت لكم اللوز وهاد البونبونات، واللي ما وريتهاش لكم راكم اللي ما قلتهاش لكم راكم راني صايم بكم عبدي النهار الاخر. هي غتبين لينا خبز. ايوا ضروري خبزكم زين تبارك الله. حنا بعد ما جيت الله يعطيك صحتك، هذا يعني عجينه مصفيويه، هذا عجينة بنت خالتي تبارك الله على بنت خالتي، وتبارك الله على بنت خالتي، والله هي المسمومات السميات اللي عرفتوها. اه المسمومات اللي تابعت باكم العبدي، والله لا قلت لكم سميت بنت خالتي زينه بحال بوكم العبدي، وقيل لما خفت نكذب فايتاني شويه في الزين. انا معاك نبغى نضحك معاكم، اه عارف رمضان طلع لكم في راسكم، الله يبلغنا رمضان الجاي. هنا المخمار ان شاء الله كيف ما كتشاهدوا، ها هو هي غطيبوا الكانون وخالي غنطيبوه في الكانون وفي الكانون الروسه بيروت وباللي غنطيبوه في الكانون، قول لهم غتشوفوا المناصب وتشوفوا المناصب والمناصب المناصب. وهنا العجينه ديال المسمن، المسمن معمر كلكم كتعرفوا تعجنوا، راه الدقيق والماء والملح صافي هادشي اللي كاين. بغيت ديروا العسل ديروا، بغيت ديروا لافاني ديروا، بغيت ديروا السكر كلاصي ديروا، بغيت ديروا القرفه ديروا، اللي المهم كلها كيعجن. اه كلها يدفن بوه كيبغى، قال با الله يرحمه، قال يا وليدي اه دفني عاكي كتبغي انت، دفنتو دفنت المسلمين اللهم لك الحمد. ها انتم هنا كيف ما كتشاهدوا، وهنا كيف ما كتشاهدوا الحشوه ديال الفلافل والشعريه والدجاج والبصله والعطريه طبيعه عند الحال حاره، المهم لاصوص حاره بحال غتعمروا بسيط لاص. كيف ما كتشاهدوا حنا غادي نديرهم مسمن معمر، واللي بغى الحشوه والطريقه راه عندي في القناه، راني فات مني شراك سامعاكم. ومرحبا بكم خوتنا المغاربه. هنا تبارك الله على بوم اللي مسمن، راه ساهل سمن. هذا مزير ديال الخيل، هذا مزير ديال الخيل اللي كيكون هكا باقي مكركب، كنقريو به كندنيوه الخبز، ندنيوه الحمام، ندنيوه الفران اللي تيكرم تيساعدنا كلشي على كلشي. هذه اخر مخماره اللي كيسالي الجمر كطيب عليه طافي عب الحرارة ديال المقلو. هنا ان شاء الله الفطور ديال النهار الاخير، الفطور ديال النهار الاخير لا يعني الفترة الحاسمة او اللحظة الحاسمة. اتاي شيء هذا بلا نعناع وهادو بالنعناع، وبالطبيعة الحسوة او الحريرة، هذه الصوبة، الصوبة ديال الخضرة، لاصوب ديال الخضرة. والعصير ديال السيترون او العصير ديال الحامض بالتفاح. ان شاء الله كيف ما كتشاهدوا الشكل النهائي ديالنا ديال التقلية والفطور ديالنا، والمسمن معمر والمخمار طيب في الكانون، مخمار طيب في الكانون هذا على ريحة خفيه تبارك الله ما شاء الله. ومرحبا بكم وقبلوا علينا. هنا كيف ما كتشاهدوا وهنا الفيديو كينتهي، والله لا صمت غدا لقد ثبت لي رؤية الهلال، راه هو ها و12 شاهد، وامي وخالاتي واخوالي وامال الكليسه وامال القبيله، وراه بان بان هاي والهلال بان، والله العظيم راه واه نموت نبرد. شتي يا ولد خالي؟ شتا شتي يا ولد خالي؟ قلت لي تجيب لي نضاضري باش نشوف، راه لي نضاضري وليدي تجيب لي نضاضري راه فوق التلفازه، الله ما نعقل انا اليوم اي قال لك انا ريخي. الحمد لله والشكر لله كنضحكوا ايه راه فينا راه هو، خرجوا شوفوا الهلال باش باش تاكدوا غدا راه غدا راه باقيين صايمين، راه راه غدا راكم باقيين صايمين لقد ثبت الهلال. خوتنا المغاربه غدا راكم صايمين ان شاء الله، ثبت الهلال. المهم مرحبا بكم، الله يحفظكم والله يضمن لكم الفطور، راه فوق الميدا نمشي. واش قال هذاك
قطعوا صيامنا ونصليو ونوضوا نفطروا والعز بكم والله يحفظكم. طويشنا درا ما سيطيبو ديال العشاق اللي وشركت معاكم. المهم انا حس غادي ما غاديش نحضر اليوم، غنفطر وغادي نهود الجمعه. المهم مرحبا. الهلال هنا راه توبوت الهلال راه كنشوف فيه دابا، هادي هي الوقيته ديالو سبحان الله العظيم. حنا دابا بالنسبه ان شاء الله بعد ما فطرنا لما دار واحد جوج طواجن، كل طاجين يا طاجين قد راسي. افتح يا سمسم. هنا انتم كيف ما كتشاهدوا صافي ان شاء الله باش غيديروا من العشاء مبزرين مقادين، ما قال قلي ما قال اه صافي مقادين صافي ناضين. هادو ديال الدقيقه 99 ألف في المئه.